الفرق وراحة لكل مكان. تطوعية. تطوعية رايحة بال. شلونك؟ شلون الأيام شوية هادئة الأوضاع؟ أنا راح أحكي لك بشكل عام. بشكل عام. إحنا كمعتصمين بساحة التحرير. نعم. نعم رابطين يعني على مدار 24 ساعة حتى إحنا ما شايفيهم. لما يصير هيك بازارات الطلاب لما يجونا بأوقات الدوام ولما يقطعون الدوام يعني شيء يفرحنا من داخلنا يعني لما حسونا قاعدت من النوم يعني توقع الساعة بثلاثة ونص إحنا يجونا المضروبين سكم مضروبين الأقوى المتظاهرين يعني اللي قدام سول فول على هذا الموضوع إنه أكو أشخاص متظاهرين يضربون سكم طعم بالسكاكين وإلى هذا اليوم موجود هاي الحالة موجودين يعني توقع يجي الساعة مثلا بثلاثة ونص بالأربعة مفارز اللي قدام يخابرون ما عندهم دكاترة أو ما عندهم عدة جازة مع الجراحة فإحنا نسحب نفسنا يعني نسحب لنا من مفرزة بنشتغلوا يعني صير بالخمسة بالستة يلا نقدر لنا فلما نقعد أنا طبعا هاي أول مرة قعد يعني ساعة بالدعش يعني شفت الصباح يستلمها من التسعة الصبح للأربعة وإحنا يعني على العصر بالليل من العصر لليل فلما اليوم قعدت من شوية من وقت شوف هيك عالم شوف هيك ناس طلاب يجون من وقت يعني يحلون الساحة جماعة البازار الرسامين يعني بتعطينا طاقة إيجابية إنه نكمل تدري بأيام العطل شو يصير إنه بأيام العطل يصيبنا حالة من التنمر حالة من اليأس فقدان الأمل بس لما نشوف هيك طلبة مساندينة ونشوف البازارات نشوفكم أنتم جاي تدورون هذا واجبنا في دول قلبك نعم فيصيبنا يعني شلون أقول لك تجينا طاقة إيجابية إنه نستمر ونكمل أنا فصلت من دارتي وعلى وشك انفصال انفصلت بسبب انه متواجد بالتحرير انا اشتغل بدائرة اعلامية حكومية تمام فانفصلت من دائرتي انه لين متواجد بساحة التحرير لان متواجد لو انا تغيبت لا لين متواجد بس ان انت تعرف الحجج انه انت متغيب اعطيتهم حجة كاملة يعني اعطيتهم عذر مقبول والدكتور انا هسه رجلي بها تمزق بالاربطه وتوقيع 32 دكتور والتصريح كامل انه انا اقدر اخذ شهرين بس انه طاح حجه بالتغيب وانت عندك يعني عندك ورقه من الصحه تثبت انه انت كنت مريض الكتب مالتي كامله يعني لا شلون يفصلوك حتى التحرير مالتي المهم فصلت يعني هاي انتهت اخر يوم راح يصير الحسم الساعه بالوحده رجعوا لي الخبر الاكيد اليوم الوحده ايه هاي هي يعني دار إعلامية حكومية فأنت عندك يعني لازم تفكر يا قناة تابعة للدولة المهم على وش كنت انفصال عن خطيبتي متعارك ويا أهلي تم مفصل يوم كل الحياة هاي هم من خطيبتك وهم من وظيفتك والله العظيم بعت سيارتي عندي سايبة خصوصة بعتها سيارتي لحد الآن ذاب 47 ورقة على المظاهرات بسبيل المظاهرات تستمر مو بس أني أكو عالم ذاب ملايين أكو عالم ذاب ورق سيارتك على مود المظاهرات انا جاي سؤال نقلك صوت الموجودين هنا انه تضحياتهم عندنا واحد صار له 50 يوم مراجع للحله دكتور اختصاص تخدير وعنايه مركزه امه خابره تبكي ما يقدر يرجع عندنا واحد اخر شيء يعني سفر زوجته لاهلها تركيا على مود قبل المظاهرات للمراجع فاحنا هنا كلش نفرح من كثر ما عندنا حاله سلبيه اتوقع انه ظلنا لما تجي الحاله الكيس انه صجمه نظن نبكي يعني ليش هذا العراق دي يصير به هيك؟ ليش انه الوطن هيك؟ ليش شباب الوطن هيك تروح؟ بس صدقني لما نشوف هذول الصبح كلش نرتاح يعني نفسيتنا ترتاح يعني قعدت الصبح نفسيتي كلش ارتاحت فوق ما تتصور الله يعوضك ان شاء الله وان شاء الله يا ربي خطيبتك تخطب واحده جديده لا ترجع ان شاء الله ان شاء الله ترجع مو على بال انفصلت فدنوب وان شاء الله الوظيفه مالتك كم ترجع لا انا اتمناها ما ترجع يعني. والله لكن وظيفه لازم يعني شلون صحراتي زين صح ان الباج مالتها يقرق وخضراء بس اتمناها ما ترجع الله يحفظك ان شاء الله رحم الله والديك اشكرك